لماذا الآيات والعجائب؟ إيه الهدف من الآيات والعجائب في الحياة مع الرب؟ في يوحنا 2 وعدد 11، ودي إيه بقى؟ دي الرب عمل معجزة هنا، قد يراها البعض إنها كانت معجزة غير لازمة. يعني في أشخاص يقول لك يعني إيه الخمر خلص في الفرح؟ ما والله مش محتاج يعني معجزة. بس بص هنا في عدد 11 يعلق الرسول يوحنا يقول كده: هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. الرب بيصنع المعجزات في مرات كثيرة لكي يظهر مجده. حينما يظهر مجده في بقى أشخاص يلتفتوا ويشوفوا كده اللي حصل، ويبتدوا بقى يركزوا زي ما موسى كده وهو ماشي شاف العليقة المشتعلة، فالكتاب يقول لك فمال لينظر، فبدأ بمرحلة جديدة في حياته. فالآيات والعجائب، الرب يصنع آيات وعجائب كثيرة لكي يظهر مجده. ارفع ايدك كده، هنحول كل نقطة لصلوات وقول للرب: يا رب لتمتلئ حياتي بآيات وعجائب تظهر مجدك. حتى لو في أشخاص هيبصوا كده للمعجزة دي ويقولوا يعني المعجزة دي كان لازمتها ايه في حياته، قول باسم يسوع: الرب يلفت انتباه كثيرين بما يصنعه في حياتي من آيات وعجائب يظهر مجده. الرب يصنع آيات وعجائب أيضا. أنا بقول لك ليه، لماذا آيات وعجائب؟ ليه الآيات والعجائب جزء من الحياة مع الرب؟ الرب يصنع آيات وعجائب أيضا لكي يسدد احتياجات شعبه. ولو أنت شخص طبيعي هتبقى فاهم كويس أنه في مناطق في الحياة حقيقي ما ينفعش فيها غير تدخل معجزي من الرب. هتفهم أنا بقول إيه؟ يعني في مناطق في الحياة أنت ممكن يبقى فيه بقى أمور بقى مساعدات مش عارف، بس في حتة كده ممكن يأتي إليها أشخاص ما ينفعش فيها غير تدخل معجزي من الرب. والرب بيقول لك من خلال حضورك وجودك في هذا الاجتماع: أنا عايز أجي على المناطق اللي في حياتك اللي شكلها خلصت خالص، ما ينفعش يحصل فيها حاجة، أنا عايز أجي بمعجزة حقيقية. ولما ده يحصل بقى في حياتك، المعجزة تحصل في حياتك، تقول حقا هذا هو الرب. الرب يأتي بمعجزات عشان يسدد احتياجات شعبه العميقة جدا. ارفع ايدك كده. يعمل الرب معجزة إشباع الجموع عشان يشبع الجوع بتاعهم، بيحب الرب الشعب. يعمل الرب معجزات شفاء كثيرة جدا جدا لكي يسدد احتياجات شعبه. هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو حي في وسطنا. هل تؤمن؟ هو يصنع آيات، يصنع عجائب. يصنع الرب معجزات في مرات، أنا بقول لك كده سريعا، يعني يصنع الرب معجزات في مرات لكي ينقذ. دي إيه؟ معجزات إنقاذ. يعني يجي الرب دانيال مثلا، الحكماء كلهم بيتقتلوا ليه؟ لأنه الملك حلم وعايزهم يقولوه له، عايز التفسير بتاعه. يجي الرب يروح عامل هنا معجزة، يعمل إيه؟ يروح مدي لدانيال الحلم اللي الملك شاف، معجزة. بس المعجزة دي الهدف منها إيه؟ الإنقاذ. يصنع الرب معجزات للإنقاذ. ارفع إيدك كده عالي في اسم يسوع: يا رب أشكرك، هللويا. يصنع الرب معجزات في مرات لكي يتمم المقاصد النبوية. في مقاصد نبوية في الكتاب للأمم وللشعوب، بيعمل الرب معجزات في مرات عشان يتمم هذه المقاصد. زي إيه؟ زي مثلا يجي ملك وثني اسمه كورش في العهد القديم، يمسح الرب، فتلاقي كورش ده بيسلك سلوك كما لو كان ملك مؤمن، وهو اللي بسبب الكلمات بتاعته الشعب يرجع من السبي. يصنع الرب معجزات لكي يتمم المقاصد النبوية. ارفع ايدك مرة تانية، قول باسم الرب يسوع: في هذه الأيام الأخيرة تطلق آيات الرب ومعجزاته لتتميم مقاصد الأيام الأخيرة. وقول للرب: يا رب أنا عايز أبقى أداة طيعة في إيدك، لو أنت عايز تحركني بالصلوات لأجل المقاصد دي
تقولي انا اصلي لاجل مقاصد كبيره، اقول لك ممكن تبقى سايق عربيتك كده ورايح شغلك ورب يحط الصلاه جواك في ثانيه، لاجل رئيس، لاجل مش عارف شخص في موضع مهم، اطلق الصلاه دي بايمان وما تبالغش بعد كده. يعني مهم انك تطلقها بايمان ومهم انك ما تبالغش بعد كده. يعني ايه ما تبالغش؟ يعني ما تقعدش بقى، ما تاخدش بقى دي وتروح بقى رايح بقى في اتجاه بقى انك مش عارف الرب عايز يعمل يستخدمك في ايه ويستخدمك في ايه ويستخدمك، وتبقى كلها حاجات من ذهنك. اذا الرب حاط جواك تصلي ل ل ل ل ل وده جائز جدا، لانه الروح يعطينا وصيه في العهد الجديد ان نصلي لاجل الرؤساء. فما في اي مشكله انه تلاقي الروح جاي بالصبح كده وانت بتشرب الشاي بتاعك او تلاقي الرب بيحط جواك تصلي لرئيس دوله ما. لا تقهد مقاصد الرب بانك تستصغر نفسك، ولا تصنع اعاقات في تحقيق مشيئات الرب بانك تدخل نفسك في سكه مش بتاعتك بكلام كبير. ارفع ايدك وقول يا رب اديني حكمه. ويجي الرب يستخدم هذه الصلوات لكي يصنع معجزات لتحقيق المقاصد الالهيه. ايضا الرب يصنع المعجزات في مرقس 16 عدد 20. افتح معاك الايه دي. يقول لك واما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. يبقى يصنع الرب آيات وعجائب لكي يثبت، يؤيد كلمته. ارفع ايدك عالي قول الرب نعم ايها الرب، حياتي تكون مفتوحة على الحاجات اللي بسمعها ببساطة دي، تظهر مجدك، تسدد احتياجات، تنقذ، تتمم من خلال مقاصد في الايام الاخيره، تؤيد الكلمه بالايات والعجائب. ايضا ممكن المعجزه او الايات والعجائب تبقى بوابه لاعلان الرب عايز يديهولك. يعني يبقى في الرب يريد ان يسكب اعلان بداخلك، يختار الرب الاداه اللي اسمها الايات والعجائب، يعمل الرب معجزه يفتح عينيك على بعد اخر. اعلان زي ايه؟ ابراهيم وهو على جبل المرايا يقدم اسحاق، في معجزه هنا مش بناخد بالنا منها، راى كبشا ممسكا من قرنيه، دي معجزه على فكره. ولا ايه الاخبار؟ ده ما حدش طلع ورا ابراهيم شافه بيحط اسحاق فراح، لا دي معجزه ان يوجد كبش ممسكا من قرنيه. وبقى وابراهيم بقى يسمع صوت الرب وهو بيقول له علمت انك خائف الله، دي معجزه. في حصل معجزه هنا، تقولي ايه فين الاعلان هنا؟ اقول لك ده الحته دي في حياه ابراهيم استقبل فيها اعلانا عن شريك العهد الذي سياتي يتجسد يموت. لانه لما تدرس تعرف انه القصه بتاعت ابراهيم كلها كانت بتدور في اطار معروف في هذا الوقت، جوانب العهد. ولما تفتح سفر التكوين اقول لك ده سريعا، يعني لما تفتح سفر التكوين بدءا من تكوين 15 تلاقي الرب بيعمل العهد مع ابراهيم بالجوانب اللي كانت معروفة في الوقت ده لأجل العهد. ففي تكوين 15 لما الرب قال لابراهيم بقى في عدد 1 لا تخف يا أبرام أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. قال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني أنا ماضي عقيم ومالك بيتي هو إليعزر الدمشقي. قال أبرام أيضا إنك لم تعطيني نسل هوذا ابن بيتي وارث لي، فإذا كلام الرب إليك قائلا لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك وأخرجه إلى خارج. قال انظر إلى السماء عد النجوم إن استطعت أن تعدها. قال له هكذا يكون نسلك، آمن بالرب فحسبه له برا. وبعدين بقى في عدد 8 إبراهيم بيقول للرب
بماذا أعلم إني أرثها؟ قال له خذ لي عجلة ثلاثية، عنزة ثلاثية، كبشا ثلاثيا، ده إيه؟ ويمامة وحمامة، دي ذبائح في هذا الوقت كانت معروفة أنها ذبائح بتاعت بداية العهد. يعني كان في جوانب للعهد، أول جانب هو إيه؟ إنه يبقى فيه ذبائح، والذبائح دي اللي هيدخلوا العهد مع بعض يقطعوها يشقوها بالشكل ده ويعلقوها ويعدوا ما بينها. والرب قال لإبراهيم يعمل كده بالظبط. وبعدين جانب آخر تلاقيه في تكوين 17 اللي هو إيه؟ اللي هو الختان. يقول لك جانب آخر في العهد، الاثنين لما يجوا يدخلوا مع بعض في عهد إن يبقى فيه دم بيسفك، عشان كده كانوا يسموه عهد دم. الرب قال لإبراهيم إيه؟ قال له إبراهيم أنت الجزء بتاعك إنه أنت تختن كل ذكر، فكل ذكر عندك يا إبراهيم هينزل منه دم. خلي بالك، لأنه هنا تبقى علامة استفهام عند إبراهيم، شريك العهد متى سيسفك دمه؟ ما هو الرب اللي بيعمل مع العهد، فاهمين؟ والعهد ده الاثنين لازم يدخلوا فيه. لما تروح لتكوين 18 تلاقي الجانب الثالث من العهد. انا بقول لك سريعا كده امور اشعر انها بتنور جوايا، والرب عايز يبني امور بداخلك وانت بتسمع. في تكوين 18 تلاقي وجبة العهد. وجبة العهد لما إبراهيم قاعد عند بلطات ممرة، وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، والرب بقى يجيله ومعاه ملاكين، عشان كده إبراهيم يمسك فيهم ويقول له يا سيد إن كنت قد وجدت النعمة في عينيك لا تتجاوز عبدك. ليه؟ لأنه إبراهيم فاهم أنه الرب بيعمل معاه عهد. إذا رجعت لتكوين 14، أنا يمكن بدأت لك من 15، هو يبدأ من 14، تلاقي موقف حصل مع إبراهيم في تكوين 14 وعدد 17. يقولك فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كثرة قدر لعمر والملوك الذين معه إلى عمق شوى الذي هو عمق الملك. وملك الصادق ملك شليم أخرج خبز وخمر وكان كاهنا لله العلي. وبارك وقال مبارك إبرام من الله العلي ملك السماوات والأرض، مبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. ده إيه؟ ده جنب تاني من العهد، خمر وخبز. فيوجد أربعة جوانب للعهد في هذا الوقت الرب عملهم مع إبراهيم. إيه الأربع جوانب دول؟ خمر وخبز تلاقيها في تكوين 14، ذبائح في تكوين 15، وجبة عهد في تكوين 18، سفك دم في تكوين 17، بيحصل النص بتاعه بس عهد الختان. لكن يفضل فاضل ايه بقى؟ شريك العهد كيف يسفك دمه. حينما ذهب إبراهيم لكي يقدم إسحاق والرب قال له خلاص يا إبراهيم أنا علمت أنك خائف الله، ووجد الكبش الممسك من قرنيه، فهم بقى إبراهيم، عشان كده سمى المكان يهوى يرأى. يعني إيه؟ الرب يرى الاحتياج ويسدد، بس في معنى تاني أدق، أن الرب يرى في جبل الرب. هنا يرى الرب في جبل الرب. إيه ليه دي مهمة قوي كده؟ لأنه إبراهيم فهم أنه إله العهد سيتراءى ويضع نفسه ذبيحة عنه عن أولاده. عشان كده الرب لما يتكلم عن إبراهيم يقول لليهود كده، يقول لهم أباكم إبراهيم سر أن يرى يوم ورأى يومي وتهلل. فيقولوا له كيف رأى إبراهيم يومك؟ أنت مالكش 50 سنة، ما عندكش 50 سنة. هو هنا إبراهيم الرب عمل معاه معجزة، أنه وفر له كبشا، بس في المعجزة دي في بوابة للإعلان اتفتحت. أنا يمكن بقول النقطة دي بالتفصيل لأن أكتر نقطة يمكن مش ما تبقاش مألوفة قوي. الرب يريد أن يصنع معجزات في حياتك يكون فيها تسديد لاحتياجاتك، بس القصة مش بس تسديد احتياجاتك، القصة إنه إذا عينيك على الرب وقلبك مع الرب ستجد بوابات للإعلان تنفتح
في علاقتك مع الرب من خلال المعجزة اللي الرب بيعملها معاك. ارفع ايدك كده وشوف بقى كل احتياج عندك. الرب مزمع ان يسدده بمعجزات. شوفوا بوابة للإعلان. قول في اسم الرب يسوع، الرب يصنع معي آية اعلن إيمانك. ارفع ايدك كده يا روح الله تعالى، املأ بإيمان جديد الآن. أي شخص حياته بقت عادية معتادة والمعجزات بقت لحل الأزمات، يا رب تعالى انت النهاردة افتح قنوات جديدة بداخلي لاستقبال معجزاتك اليومية. ده الرب في مرات هيبقى عايز يعمل معجزات علشان بس كده يفرحك، مش لازم المعجزة تبقى حل أزمة. يا رب النهاردة تتكسر من أذهاننا الإطارات الطبيعية اللي حطتك في كورنر كأنك إله شح. ده أنت إله كل نعمة، كل نعمة. ارفع إيدك كده، يا رب أشكرك لأنه اليوم يوجد تحولات عظيمة في الروح تظهر مجدك بآيات وعجائب، تسدد احتياجات بآيات وعجائب، تنقذ بآيات وعجائب، تحقق مقاصد يا رب بآيات وعجائب، وتستخدم صلواتنا القليلة يمكن يا رب أو الكلمات القليلة اللي أنت تحطها جوانا. وأشكرك لأنك تؤيد الكلمة بآيات وعجائب. ارفع إيدك وإعلن إيمانك يؤيد الكلمة. وأشكرك أيها الرب لأنك تعلن لي عن نفسك، وتبقى الآيات والعجائب اللي بتعملها في حياتي بوابات يا رب، بوابات بوابات. يعني الرب يعمل معاك معجزة كده في تسديد الاحتياج وتستقبل إعلانا يضيء أمامك ماذا يعني أن الرب راعي فلا يعوزني شيء. روح القدس بالتأكيد بيتعامل وينور الكلمة دي، أحد أدوات الروح. يصنع معك معجزة عظيمة، يصنع معك آية عظيمة. وارفع إيدك وقول له رب أنا أريد أني وأنا بسلم لأولادي وأنا بسلم لأحفادي وأنا بسلم لأجيال جديدة بخدمها، لا أرسم عنك صورة أنك إله الشح. أنت إله البركة، أنت إله الوفرة يا رب. نعم هللويا. سأروح على ملوك الثاني أصحاح 2 وأخذ نموذج لمعجزات، ودي بقى اللي أنا كنت بتكلم عنها منذ دقائق. يصنعها الرب عشان يشفي مناطق في الحياة لا يمكن أن تشفى إلا بمعجزة. أنا أشعر كده أنه يوجد أشخاص يستمعون إلى هذه الكلمات، يوجد مناطق في حياتهم لا يمكن أن تشفى إلا بمعجزة. والرب بيقول لك النهاردة أنا هنا لكي أعطيك هذه المعجزة عشان ده يشفى. المرارة ديت اللي في حياتك، الأمر اللي في حياتك اللي انت مش عارف تتخطاه يشفى شفاء تاما في اسم الرب يسوع. بص في ملوك الثاني بقى وبداية خدمة أليشع، وعظم الرب لأنه أليشع ده أخذ الرداء بتاع إيليا وشق الرداء ده وضرب به نهر الأردن وقال أين الرب إله إيليا، فتراءى له الرب إله إيليا. عظم الرب، ارفع ايدك وعظم الرب لأني أؤمن كده، أؤمن وأرى أجيال يستلمون الرداء. نعم هللويا، ويشقون النهر. نعم ويستخدمهم الرب بأضعاف أضعاف الآيات والعجائب بتاعت الأجيال اللي فاتت. ارفع ايدك الاثنين كده، يا رب اشكرك لانك تطلق 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 في اسم يسوع مسحة مضاعفة لاجيال جديدة. يا رب يعرفوك الاله القوي. يا رب اصلي انه الامور اللي في حياة الاجيال اللي فاتت ممكن تبقى جيت للرب وشفت اجيال فاتت بس ما شفتش القوة الحقيقية.
او شفت القوه الحقيقيه بس بعد وقت ما بقتش موجوده. والرب يريد ان يشفي اجيال. ارفع ايدك علي باسم يسوع، لا تخرج اجيال مشوهه. في مشكله في مرات بتبقى حاصله بس اشعر كده انه جاء وقت ان المشكله ديت الرب ينهيها. انه في مرات اجيال صغيره بتبقى، لانه في وقت من الاوقات بحاول اعبر يعني عن اللي جوايا كده ببساطه، لانه في وقت من الاوقات الاجيال الصغيره دي وضعت نفسها في مرات تحت سلطان خدام للرب او اشخاص فعلا مستخدمين من الرب، وضعت نفسها تحت الغطاء بتاعهم، وبعدين مع مرور الايام القوة كانها تسربت من حياه هؤلاء الاشخاص، فالجيل الاصغر اللي حط راسه كانه اقصى حاجه بيعرف يشوفها هي اللي وصل لها الجيل اللي قبله. هتفهم انا عايز اقول ايه؟ لا اتحدث عن اشخاص مش حقيقيين، اتحدث عن رجال حقيقيين للرب ونساء حقيقيين للرب. وفي وقت من الاوقات الرب دعاهم اباء وامهات، وما زالت دعوه الرب لهم، لكن كانه في وقت القوه لما بتتسرب الاجيال الصغيره ما بتعرفش تعمل الفصل، ما بتعرفش تعمل ديستينكشن كده ما بين الشخص والمراحل اللي بيعدي بيها، فيبص على حياته هو ويتخيلها دائما زي حياه من راهم. او العدو يستخدم في مرات حياه اشخاص في وقت كانوا مستخدمين، وبعدين الاستخدام بتاعهم ده انحصر بسبب انه المسحه انحصرت، او العدو يستخدم ده في انه يرعب او يخوف جيل جديد. ارفع ايدك كده وقول باسم الرب يسوع، اي حاجه حصلت مع اجيال عدت انا اؤمن بالرب لاجل نفسي، اؤمن بالرب اللي قال اتبعني انت يا رب، واصلي لاجل شفاء حقيقي. ارفع ايدك كده باسم يسوع من المحدوديه التي تاتي بسبب سقف حطه اباء او امهات. اطلب معي الان، ارفع ايدك كده واطلب في اسم الرب يسوع. ده في مرات هقول لك برضو يعني، ده في مرات يبقى السقف اللي اتحط حاجه عظيمه جدا جدا جدا، يعني ممكن يبقى مش بس ضعف حصل في حياه اباء او امهات، لا ده ممكن تبقى حاجه عظيمه جدا جدا حصلت في حياه اباء او امهات، بس يجي العدو يبقى عايز يستخدمها انه يقول للجيل الجديد يعني انت هتوصل للحته معقوله اللي وصل لها فلان ده، لا مش هتعرف توصل. انتوا عارفين في حياه اليشع، مش موضوعي النهارده بس في حياه اليشع في بدايه خدمته، عارفين الشباب اللي طلعوا قالوا له اصعد يا اقرع، اصعد يا اقرع، حد احنا بناخد بالنا من يا اقرع ان هم شتموه، يعني كانهم شتموه، بس انتوا عارفين هو كانوا بيشاوروا على ايه اصلا هنا؟ كانوا بيقولوا له اصعد. حد فاهم؟ اصعد زي مين يعني؟ زي ايليا، لان هو اول ما ايليا اخذ وبعته قالوا له طب احنا هنروح ندور عليه يمكن الرب يبقى حمله وطرحه في اي حته، فقال لهم لما الحوا عليه قال لهم روحوا، لا يقول لك رجعوا اليه وقالوا له ما لقيناهوش. فهو الايه الحكايه اللي هو بيقولها؟ بيقول ايليا صعد. فكتير من الدارسين يقول لك الاباء اللي كانوا ضده راحوا زقوا عليه ولادهم وقالوا لهم روحوا بقى، قولوا له طيب مش سيدك صعد، اصعد يا اقرع. والبعض يقول لك اه هو فعلا ما كانش عنده شعر، بس مش ده الفوكس يعني، فاهمين يعني؟ والبعض يقول لك لا ده هو كان عنده شعر، ده احنا مظلوم يعني ان هم، بس لانه يقول لك استلم الرداء بتاع النبوه كان يعبر عنه في الوقت ده بانه يغطي راسه، والمفروض انه بحسب حتى ده واضح في العهد الجديد الرجال لا يغطوا رؤوسهم الا في وضع العباده يعني في زي في المجمع او
فده بعض يعني بعض الدارسين يقولوا كده. فده لانه ماشي مغطي راسه فجايين بيقولوا له اصعد يا اقرع إصعد. بس التركيز بتاعهم ايه؟ اعمل زي ما ابوك الروحي عمل. فممكن العدو في مرات يستخدم هذا في انه ياتي لاشخاص من جيل جديد الرب بيعمله ويقول له يعني انت مثلا مسبح هتوصل ازاي للمسحه وللمسبح الفلاني دوت الرب استخدمه في العالم كله. ارفع ايدك كده ببساطه قول باسم يسوع. ادي بقى البساطه اهي. قول باسم يسوع الرب سيستخدمني في اضعاف 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 ما استخدم فيه ابائي. تقول لي طب ليه؟ اقولك لاننا كلما تقدمت الايام كلما مضينا اكثر نحو مجيء الرب في الايام الاخيره وفي الايام الاخيره الطبيعي انه الايات والعجائب تزداد. نعم في الايام الاخيره ايضا هيبقى ايام صعبه تاتي ازمنه صعبه والعالم فيه ظلمه. بس الناحيه الثانيه في الايام الاخيره المسحه تزداد والايات والعجائب تزداد والصغير يبقى بألف. هذه هي الايام الاخيره. لابد ان ترى الجانبين في الايام الاخيره. هل تؤمن؟ ارفع ايدك كده في اسم يسوع. قول يا رب امسحني. امسحني بمسحه يا رب. نعم لاجل استخدام مميز جدا في هذه الايام الاخيره. ايات وعجائب. بص بقى هنا الرب سيستخدم اليشع في معجزه تبدو انها صغيره بس في الحقيقه هي معجزه عظيمه جدا. في عدد 19 من اصحاح 2 ايه اللي الرب النهارده بيكلمك فيه؟ شجعك الرب في الجزء الاول ان تطلب حضور الرب لان حضور الرب فيه الكفايه لتغييرك. في الجزء الثاني الرب كلمك لماذا ايات وعجائب؟ عايز الرب يفتح جواك ويضع ايمان جديد لاجل ايات وعجائب لاجل امور مختلفه. الجزء الاخير بقى الرب عايز يتحدث اليك عن شفاء عميق الرب يصنعه من خلال معجزة. وعايز كمان الرب يتحدث إليك أيضا عن كيف يصنع الرب معك معجزات برغم أخطائك. هل تؤمن؟ بالنعمة يعمل الرب معك معجزات ومن خلالها سيصحح أخطائك. بص بقى ملوك الثاني أصحاح 2 وعدد 19. جاء رجال المدينة لأليشع قالوا له كده. وقال رجال المدينة لأليشع هوذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي. ده فين المدينة دي اللي بيتكلموا عنها؟ دي أريحة. نعرف من عدد 18 يقول لما رجعوا إليه وهو ماكث في أريحة قال لهم أما قلت لكم لا تذهبوا؟ وقال رجال المدينة لأليشع هوذا موقع المدينة حسن المدينة ليه أريحة كما يرى سيدي وأما المياه فردية والأرض مجدبة. بلد بتاعت أريحة دي اللي عايشين فيها رجال الله في هذا الوقت واللي كان موجود فيها أليشع في هذا الوقت الحالة بتاعتها صعبة جدا. المدينة وقع تحت لعنة. حينما تتتبع كده بعض الشواهد تعرف أنه أريحة كانت تحت لعنة. تقول لي ليه بتقول كده؟ اقول لك لانه الكتاب بيوضح كده. يعني لو فتحنا مع بعض مثلا ملوك الاول 16 ده بيحكي عن ايه؟ عن بناء مدينه اريحا في الوقت اللي هو بتاع ايليا واخاب وايزابل. يقول لك في ملوك الاول 16 ونقرا من اول عدد 32 يتحدث عن اخاب. يقول واقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في اسامره وعمل اخاب سواري وزاد اخاب في العمل لاغاظه الرب اله اسرائيل اكثر من جميع ملوك اسرائيل الذين كانوا قبله. في ايامه بنى حئيل البيت ايلي اريحه. يبقى أريحة دي اللي احنا بنتكلم عنها
في ملوك الثاني في بداية سفر ملوك الثاني اتبنت امتى؟ اتبنت هنا في الوقت ده بتاع ملوك الاول 16 في الملك بتاع اخاب. يقولك بنى بقى أريحة دي يقولك بأبيرام بكره وضع اساسها وبسجوب صغيره نصب ابوابها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع بن نون. يعني ايه الايات دي؟ دارسين لهم اراء. البعض يقولك ده جاي يبني أريحة بس البنا كان صعب جدا 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 فاخد سنين طويله قوي. ليه؟ لانه في كلمات يشوع نطق بيها بتمنع البناء فيقولك اخد وقت طويل قوي. دي نظريه كده لدرجه انه حط الاساسات بتاعت المدينه في ايام البكر بتاعه اول ما خلف اول ولد ليه وما عرفش يحط الابواب بتاعتها غير لما خلف اخر اصغر ولد ليه. دي نظريه يعني تخيلوا واحد حط الاساس بس لانه في بقى هنا تعطيل للبناء دوت بسبب الكلمات اللي قالها يشوع التي تمنع بناء هذه المدينه فحط الاساسات بتاعتها مع ابنه الاول وبعدين جاب ابناء تاني ما عرفش يحط الابواب بتاعتها غير مع ابنه الاخير وقت طويل قوي. ده احد التفسيرات. تفسير اخر يقول لك لا ده الكلام ده مش بيتكلم عن وقته هو لكن ده بيتكلم عن انه ابنائه بالفعل ماتوا وهو جاي يبني أريحة. يعني والراي ده قوي يعني يتفق عليه كتير من الدارسين. يعني يقول لك بأبيرام بكر وضع اساسها يعني ايه؟ وهو جاي يحط اساسات المدينه ابنه البكر مات وبسجوب صغير نصب ابوابها. يعني لما جاي ينصب الابواب بتاعتها يحط الابواب بتاعتها ابنه الصغير مات. تقول لي طب ليه كده؟ اقول لك لانه في كلمات في يشوع 6. افتح معي يشوع 6 في نهايه الاصحاح. بعد بقى لما دخلوا أريحة في عدد 26 يقول لك وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. ففي كلمات هنا أطلقت على أريحة وتعدي السنين. يقول لك الفرق ما بين كلمات التي نطق بها يشوع و اللي حصل في سفر الملوك الاول اللي قراناه منذ قليل حوالي 500 سنه تقريبا. بس بص الكلمه قويه ازاي. واحد الادوات التي يريد الرب ان يستخدمها لتفعيل واكسار الايات والعجائب هي كلمات الايمان. والرب لما يحط في قلبك كلمه بالايمان حتى لو الكلمه دي اكبر بكتير جدا جدا من امكانياتك اطلقها لأنها تفضل قائمة وماشية في الروح وبتعمل سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة وتيجي بعد سنين تلاقي في حاجة حصلت أمر عظيم جدا تبقى أنت نسيت. الرب يفكرك يقولك فاكر حينما قطتك بإيمان أنك تطلق كلمات على هذا الأمر من 10 سنين و15 سنة هذه الكلمة كانت بذرة صنعت هذه المعجزة. ارفع إيدك كده عالي واعلن إيمانك في اسم الرب يسوع. الرب يطلق كلمات من خلالك بإيمان حقيقي. يمكن هنا العكس يعني يشوع قال كلمات هذه الكلمات كان فيها لعنة. اللعنة دي اشتغلت بعد 500 سنة كان بالحري كلمات البركة. يعني عارف اللاهوتيين يحبوا يتأملوا كده يقولك كل مال العدو يعني الظلمة مثلا ليس لها جوهر. يعني ايه؟ يعني ملهاش أصل يكونها. يعني إيه برضو ببساطة أكتر؟ يعني الظلمة هي غياب النور صح؟ يعني فيش حاجة اسمها ظلمة كده وخلاص. لا في ظلمة هنا ليه؟ عشان فيش نور. النور هو الجوهر، النور هو الأساس. الظلمة غياب النور.
وبالتالي تخيل بقى اذا كلمات اللي نطقت دي اللي ما فيهاش حياه عملت مفعول بعد 500 سنه، ما بالك بكلمات الحياه؟ تذهب لتاتي بثمر غير عادي. ارفع ايدك يا رب، اعلن ايماني ان كثيرون يشفوا، ان كثيرون يحرروا حتى بعد سنوات وسنوات وسنوات من اطلاق الكلمات. وتستطيع ان تتنبأ على اولادك، على مستقبلهم. هللويا. واقول للرب حط بداخلي صلوات لاجل اولادي، هذه الصلوات تصنع مستقبلهم ايها الرب. هل تعلم انك شريك مع الرب في صنع امور كثيره جدا جدا؟ انت شريك مع، تستطيع ان تكون شريكا مع الرب في صنع مستقبل اولادك. تستطيع ان تكوني شريكه مع الرب في صنع مستقبل اولاد. شريك مع الرب. في تعليم قديم كده وقف الرب في نقطه في الزمن، وكانه الرب وقف في نقطه اللي يسميها الماضي او وحدد كل حاجه جايه. بس الكتاب مش بيقول لنا كده. الكتاب بيقول لك انه الرب بره الزمن اصلا، يعني ماضي حاضر مستقبل ده مش موجود عند الرب. ولان الرب بره الزمن اصلا، نقطة التماس ما بينك وما بينه هي الآن. عشان كده تستطيع وأستطيع أن أرفع يدي وأصلي لأجل أمور تتغير وتتغير هذه الأمور الآن. يعني إيه؟ يعني عايز أقولها لك ببساطة، يعني خرج من دماغك فكرة إنه الحياة كلها أمور محددة وتحددت ومش عارف أخرج عنها. واللي عارفين هذه النغمة؟ ده في أشخاص في الكتاب، حزقية الرب بعت له أشعياء يقول له اوصي بنيك لأنك موتا تموت، وجه وجهه إلى الحائط صلى، مد الرب في حياته 15 عام. تقولي ده العمر هو محدد؟ هو محدد. نعم العمر محدد، بس من خارج إطار الزمن بتاعنا. لأن الرب، يعني يبقى محدد، يعني الرب يرى الكل من أول لحظة في الخليقة لآخر لحظة، يراها كلها الآن، لأنه هو أكبر من الزمن بكتير جدا. فهو مش واقف في نقطة وادينا إحنا ماشيين وهو لا، الرب، لأنه الرب خارج الزمن، الرب خارج الزمن. فالماضي والحاضر والمستقبل أمامه الآن. وبالتالي كل ما يتحدث عنه على أنه في تحديد في الكتاب، في آيات بتقول ده، كل ما يتحدث عنه على أنه في تحديد، هو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن رؤية آنية، يسموها كده رؤية الآنية، يعني الآن. يتحدث عن رؤية الرب الآن، وليس يتحدث عن أمور محتومة. يعني فيما يخص العمر أقول لك آية بسيطة خالص، أكرم أباك وأمك. مين حافظ؟ فإيه؟ فتطول أيامك على الأرض، التي هي أول وصية بوعد. يعني ممكن لما ما تعيش الوصية ديت يحصل العكس، ولا إيه الأخبار؟ طب أركب إزاي ده مع إنه أيامهم محدودة أو معدودة؟ أو هو لابد أن تفهم هذا. الرب خارج الزمن، خارج كل ما يتحدث عنه، فأنت بتدركه على أنه ماضي أو على أنه مستقبل. أو الرب خارج الزمن الآن، تحتوي الماضي والحاضر والمستقبل. يا رب أنا بصلي تعالى بإعلاناتك لقلوب كثيرين ليدركوا هذا. عارف إذا أدركت هذا، وإذا أدركت أنه الآن هي وحدة الاتصال ما بين زمنك وزمنه الأبدي الآن، تفهم أنه دلوقتي لها قيمة عظيمة جدا، لأنه دلوقتي ينفع تغير اللي جاي بكرة. يوجد مدارس كثيرة خلت الصلاة عبارة عن نشاط الشخص بيعمله، لكن كأنه لا يؤثر تأثيرا حقيقيا. ليه؟ لأنه تعامله مع الحاجات على أنه مكتوبة. سمعت التعبيرات دي قبل كده؟ لا، ده ايه ده؟ الصلاه، في الصلاه انا اتلاقى مع الرب في الان، في الان وحده التلاقي ما بيني وبين الرب الان، واستطيع ان اقف ويبقى ابني ماشي في اتجاه سيء جدا، بس وقفت بايمان بايمان بايمان، وقلت للروح القدس يا روح الله تعالى رف حواليه، ياتي الروح
يرف ويضعف رفه حول ابنك ويحدث إنقاذ حقيقي. إنقاذ. أنت شريك. هل تؤمن؟ ارفع إيدك كده قول باسم الرب يسوع، لا أفقد دوري، لا أفقد شراكتي مع الرب، لا أفقد الآن. عارف عكس الآن دي، هقولها لك بقى ببساطة برضو، يعني عكس الآن، فهمك للآن، إنك أنت تبقى قاعد كده في أوضتك أو على السرير أو حاسس الوقت بيعدي وما كل حاجة ما بتتغيرش، ده لا بقى إيه، ده العدو، ده العدو اللي عايز يجمدك في مكانك، العدو اللي عايز يحطك في نقطة ويقولك ما فيش حاجة تتغير، هذا هو العدو. مرة تاني كده ارفع إيدك باسم يسوع، بقول له رب افتح بداخلي هذا الإدراك، اني لما هصلي هلاقي استجابه لان الهي يسمع الصلاه. بص بقى ادي اريحه اهي، ارجع تاني الى ملوك التاني اتنين، ادي اريحه اهي. والجزء اللي فات ده وثيق الصله بما اتحدث فيه. ليه؟ لانه بقول لك مواقف لا يصلح فيها، ما ينفعش فيها غير معجزه. إذا فهمت الجزء اللي فات ده ستقف وتطلب المعجزة بكل قلبك، لأنك تؤمن أن إله المعجزات سيتدخل. عشان كده يقول اليوم إن سمعتم صوته، يعني أنت النهاردة تقدر تقف بعد دقائق وإحنا بنصلي وترفع يدك لأجل أمر لم تصلي له منذ سنوات لأنك متخيل أنه ما يتغيرش، ترفع يدك وتتحد بالآن الإلهية، هتلاقي الروح القدس فرحان جدا جدا بيك، لأنك علمت، لأنك تيقنت أنه قد خلقك وفداك الرب ورد لك ملوكيتك عشان تقف وتشرع بسلطان الآن وتقول ليكن. نعم يمكنك أن تعيش ملك. ارفع إيدك كده باسم الرب يسوع، يا رب أصلي في اسم يسوع. فهم خاطئ ليك ولتعاملاتك معانا النهارده يكون كلا شيء. ابراء للمياه. بص بقى ريحه دي تحت لعنه، وبعد ما اتبنت والراجل اللي بناها دوت ولاده الاثنين ماتوا، لو تتبعت التفسير الثاني ظلت اريحه بعد كده بقى الميه بتاعتها مجدبه رديه، أسف، الأرض مجدبة والمياه رضية. ولما تدرس أكتر يقولك إنه المية ديت رضية لما تروح الأصل كأنها مسممة، ويقولك كأنه المية في هذا الوقت حينما تستخدم للشرب أو للطبخ أو كده ممكن سواء الحيوانات أو الإنسان ما يحسش بحاجة، بس بعد شوية يحصل إيه، الناس بتموت. والبعض يقول لك كمان كان ليها تأثير في الإنجاب بالنسبة للبهائم وبالنسبة للناس، كأنك بتعمل حاجة معينة في الجسم كده بتعمل زي إجهاض، أو مشكلة كبيرة هنا يشير لها هنا إيه، المياه فرضية والأرض إيه مجدبة. إيه اللي ممكن يحل الوضع ده؟ دي نتيجة لكلمات قيلت منذ أكثر من 500 سنة، والكلمات التي قيلت ما كانتش تقدر تقول عليها كلمات يعني فيها خطأ. أو ده يشوع هنا، دي البلد اللي دخلوا الرب قال له حرم كل حاجة فيها، فحرم كل حاجة فيها، وفي الآخر خالص قال عشان ما حدش تاني يبنيها راح نطق بالكلمات ديت. يعني وضع كده لما تبص عليه ما تبقاش عارف تعمل إيه، يعني واحد يقول لك خلاص هنعمل إيه، يعني نسيبها ونمشي، ده كلمات يشوع. والروح القدس نفسه بيذكرنا بده زي ما قرينا في ملوك الاول 16 لما يقولك حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع ابن نون. تقولي خلاص ده وضع ايه هنا، ده في كلام الرب قاله على لسان يشوع، ودي اريحه هذا الوضع اهو، مفيش حاجه، ده زي حزقية اوصي بنيك لانك موتا تموت. ايه اللي هيجي؟ النبي الرسمي رايح بيقول له الرب بيقولك كذا، ايه اللي يحصل؟ ارفع ايدك وعظم الرب، لانه حتى في المواقف التي يبدو فيها انه ما فيش تدخل، انه كانه الرب هنا عند حزقية مثلا، هو الرب قال له ايه؟ قال له
الحقيقي اللي هيجي. يا رب ما كانش بيخدعه وهو بيقول له لانك موت انت موت، لانه عايز يقول له ايه لما تدرس انه اللي انت فيه ده يا حزقية ما فيش استقبال للقوة الالهية، الفساد قوة الفساد هي اللي هتضغى دلوقتي. خلاص يا رب بيقول له الحقيقة، بعت له ده بعض الناس يشوفوا فيه ده فعل رحمة ونعمة، لانه بعت له اشعياء يقول له اوصي بنيك لانك موت انت موت، كانوا بينبهه، كان ممكن يموت من غير ما يبعت له. بس اللي عايز اطلع بيه هنا ايه، ان في مواقف مثل هذه وكأنك تشعر انه في كلمات حتى روحية ممكن تبقى كلمات جات لك من اشخاص عندهم نبوة، ممكن كلمات تحس انه ده الرب قال لي فعلا. مش كل مرة الرب بيقول لك على حاجة سلبية بيقولها لك لانه هتحصل هتحصل. في مرات الرب بيقول لك على امور سلبية او بيلفت انتباهك لامور سلبية ليه؟ عشان يقول لك ده هيحصل لو انت كملت ماشي كده. بس خلي بالك بقى النعمة انه ينفع تمشي كده. ذهب الى حزقية قال لا اوصي بنيك لانك موتا تموت، وجه حزقية وجهه الى الحائط راح مصلي. بس لما صلى استقبل قوة روحية، يقول لك قبل ما يوصل اشعياء الى الجزء المتوسط من المدينة الرب راح لاشعياء تاني قال له روح قول له انا مديت في عمره 15 سنة. طب هو عمره بقى بحسب نظرية التحديد كان الاولاني ولا التاني؟ في دعوة كانت في حياته لابد ان تتمم. التاني زي ما بعضكم جاوب ليه؟ لانه ده تتميم الدعوة. ان كنت لا اميل انه سنة بعينها، ما ممكن لو الدعوة كانت اخد اكثر من كده تتميم الدعوة. طب امال كان هيموت ليه هنا؟ لانه لم يستقبل ما يكفي من الحياة. الرب فعل فعل رحمة معه. أريحة هنا تحت إيه؟ تحت كلمات قيلت منذ أكثر من 500 سنة. خلي بالك من هقوله، في موقف ما له علاقة بأريحة لما دخلها الشعب واتقالت هذه الكلمات والكلمات الرب على فم يشوع. خلي بالك لأنه مع مرور الوقت والسنين الرب بيتعامل مع المفردات الجديدة مع المتغيرات الجديدة. الرب ليس إلها جامدا. كنت بهزر مع الشباب في يوم الشباب، حد فاكر ينبغي؟ فاكرين ينبغي؟ في ناس عايشة ينبغي 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 انك تقدم اسحاق ينبغي، فيروح واخد الكلمة رايح حاطط اسحاق، رابعة عايز يكلمه في حاجة تانية خالص وعمال يموت في اسحاق. الرب اله دايناميك متحرك مش اله جامد. هنا في بقى بني الانبياء هنا موجودين في أريحة بعد أكتر من 500 سنة. بص بقى، لأنه هو أنت فاكر أنه أليشع ما كانش فاهم التسلسل الكتابي اللي احنا قلناه دوت؟ إيه رأيكم؟ أليشع ما كانش عارف يعني أنه يشوع نطق بهذه الكلمات وأنه الرجل اللي أسس أريحة في الوقت دوت أسسها ببكره وبصغيره؟ هل أليشع ما كانش عارف؟ لا أليشع كان عارف. ما هو ده حصل ايه؟ بقول لك ده حصل في وقت اخاب وايزابل، يعني في وقت ايليا، يعني اكيد ايليا في مره من المرات هو بيصب ميه كده على ايده، ما قاليش كان بيصب ميه على يد ايليا، هو بيصب ميه على يد ايليا كده، راح ايليا قال له تعالى احكي لك ايه اللي حصل في أريحة وهي بتتبني. فكان عارف قاليش. طب امال لما كان عارف امال ليه تعامل مع الامر كانه يمكن ان يكون فيه شفاء؟ لأن أليشع كان يؤمن بنعمة الرب وبمعجزات الرب. بص يقول لهم إيه؟ أما المياه هنا بقى في عدد 20، فقال ائتوني بصحن جديد. وأحبك تتأمل في صحن جديد ديت. وضعوا فيه إيه؟ ملح. ائتوني بصحن جديد. لو أنت بتفهم لغة الكتاب في الإشارات والرموز وكده تعرف إنه في مرات يتحدث الكتاب عن بدايات جديدة، عن بإيه؟ بإنه يتكلم عن صحن جديد، بإنه يتكلم عن إناء جديد، بإنه يتكلم عن أواني حتى جديدة. كأنه أليشع هنا شايف الرب هيعمل حاجة بقالها مئات السنين ما اتعملتش. الرب هيعملها. هيعمل ايه؟ هيشفي المياه بتاعت أريحة.
دي أريحة، دي كانت بلد تحت لعنة. آه بس الرب عنده أزمنة. اللي ماشي في حياتك وفي العيلة بتاعتك وخلاص وكأنه بقى واقع، الرب عنده أزمنة. وأصلي باسم يسوع إنه هذه الأزمنة التي تعبر علينا في هذه الأيام لا يفوتها أي شخص، لا يعبر عليك زمن افتقادك بدون أن تدركه. هنا ده إيه؟ ده زمن نعمة. قالوا ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملح. إيه بقى يعني هتعمل إيه؟ يا بعض الدارسين يقولك ده بالنسبة لهم كان حاجة يعني تزيد الموضوع سوء. ليه؟ هما المية مسممة، هو هيدلقلهم كمان فيها ملح، يعني تبقى مسممة وملحة، فاهمين؟ يعني اللي كان بيشربها من غير ما يعرف انها مسممة وما بيتضايقش دلوقتي كمان هيتضايق. لا، الرب عايز يعمل حاجة جديدة بالطريقة بتاعته. هل تؤمن؟ هل تشتاق؟ الرب عايز يعمل حاجة جديدة بالطريقة بتاعته، والطريقة بتاعته ممكن تبقى طريقة غريبة، ويبقى الرب عايزك تتضع جدا 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 وتذهب وتفتح الكتاب الفلاني او اللي انت عندك في البيت وكنت تقول لا انا ما بحبش اقرا للشخص ده، انا ما وتروح بالتضاع شديد جدا، ويستخدم الرب هذا كصحن جديد لاجل المعجزه، كصحن جديد لاجل المعجزه. ارفع ايدك بايمان مره تاني، تقول انا مش متعود الرب يتعامل معايا من خلال القناه ديت او من خلال القنوات دي. ايوه هيجي الرب هيتعامل معاك من خلال القنوات ديت. الاتضاع بقى وانه انت تبقى فعلا عايز الرب، مش فارق معاك، يخليك تقبل عمل الرب. ارفع ايدك مره تقول باسم يسوع لا يكون فيا كبرياء يمنعني ان اقبل عمل الرب. فقال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملح فاتوه به، فخرج الى نبع الماء وطرح فيه الملح. الى ايه بقى؟ الى نبع الماء. عارفين هذا النبع؟ البعض يعني يقولوا كده ده لسه موجود لغايه دلوقتي، يعني انا شفت صور حديثه يعني لهذا النبع في هذه الارض. طبعا بتاكيد مش حاجه مش مؤكده، بس ده ايه بقى اللي حصل هنا؟ ده راح اخذ الملح وراح حطه في النبع بتاع الميه، الحته اللي الميه بتنبع منها، وقال هكذا قال الرب. يشوع 6، يشوع نطق بالكلمات كما قال الرب. إذا الرب قال لإليشع حاجة غير اللي قالها ليشوع؟ وماله؟ الذهن الجامد ما يقبلش الكلام ده، يقولك هكذا قال الرب. أيوة الرب قال كده والرب قال كده كمان. ايوه في وقت من الاوقات امتلأ الوعاء بالخطيه بالاسم وجاء ضربات من الرب، بس بعد شويه في حاجه مختلفه بتحصل والرب عنده كلمه تاني يقولها. الرب لم يتكلم once and forever، يعني فاهم؟ يعني هو تكلم مرة وللأبد في يسوع المسيح، في يسوع المسيح. لكن حاجة معينة كانت في حياتك وشعرت من الرب. هنا بالتأكيد أنا لا أتحدث عن الوحي، لا أتحدث عن الكتاب، أنا بتكلم عن ريمة، بتكلم عن كلمات ممكن أشخاص يبقوا أخدوها في حياتهم وبعد شوية الرب بيجي يقول زي ما قال إبراهيم قدم إسحاق، بعد شوية قال له خلاص ستوب. لا تتوقف عند الكلمة الرب قالها لك منذ سنوات ولم تسمع من الرب بعد هذا، لأنه ممكن يبقى الرب عنده اللي يغير الطريق خالص. كم واحد فاهم؟ زي ما الرب قال يشوع، الرب قال إليشع هكذا قال الرب. قلت إيه يا رب؟ قد أبرأت هذه المياه، لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب، فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي. حط ده جنب الناحية التانية هتلاقي شبهها جدا. مات بكر الرجل وصغيره حسب قول يشوع.
حسب قول الرب اللي قاله على فم يشوع. هنا ايه اللي حصل؟ برقت المياه بتاعت نفس البلد، نفس البلد اللي موتت اللي بيبنيها، برقت المياه بتاعتها، والرب صنع معجزة، معجزة نعمة يبدأ بها عهد جديد عند أشخاص عايشين في المدينة ديت. دي اسمها النعمة. النعمة تبدأ خرائط جديدة حيث لا خرائط. النعمة تبدأ خرائط جديدة حيث خرائط مشوهة. النعمة تبدأ خرائط جديدة حيث دمر العدو في أراضي وفي خرائط. النعمة تبدأ بدايات جديدة. النعمة تبدأ رغم اللعنات. النعمة تبدأ رغم التاريخ الأسري الممتلئ بخطايا أباء وأجداد. و النعمة تبدأ، النعمة تبدأ. ارفع ايدك كده قول باسم الرب يسوع، النعمة تبدأ في حياتي أزمنة جديدة. أؤمن بالرب. كيف تبدأ النعمة أزمنة جديدة؟ بالإيمان بالرب يسوع المسيح، شخص يسوع، مش بقوانين، مش بشخص، الرب يسوع المسيح. النعمة تبدأ أيضا حيث الأخطاء. هاخد هذا الشاهد الأخير وأختم به. ملوك الثاني 3، يهوشافاط ملك يهوذا، يهوشافاط ملك يهوذا، ملك صار في طريق مستقيم أمام الرب، لكن كان عنده مشكلة يهوشافاط، ومشكلة دي بتتكرر أكتر من مرة في حياته، فتلاقيها حصلت في أيام أخاب. إيه المشكلة دي؟ إنه أخاب كان ملك شرير، لكن هذا لم يمنع يهوشافاط من إنه ينزل يساعده ويحارب معاه. فتلاقي في أخبار الأيام الثاني، قبل ما اخد ملوك الثاني، تلاقي في اخبار الايام الثاني، قول هللويا، ارفع ايدك قول هللويا، لان الرب عايز يعلمني النهارده دروس ثمينه جدا. واشعر في مرات كده الرب بيبعت شواهد وشواهد وشواهد كتابيه. ليه؟ لانه الرب يريدك ان انت تتنقل من منطقه في الادراك الروحي الى منطقه اخرى. احب هذه الايه جدا جدا. الرب حينما رأى الجموع منطرحين كغنم لراعي لهم تحنن وعلمهم كثيرا. ارفع ايدك قول للرب انا يا رب مفتوح ان انت تعلمني. بص في اخبار الايام الثاني، هقول لك بس شواهد كده، مش هقرا كتير يعني. 18 تلاقي هذه القصه. تلاقي أخاب وهو بيفكر يدخل حرب وبيروح ليهوشافاط. أخاب ده ملك إسرائيل، يهوشافاط ده ملك يهوذا، بيروح ليهوشافاط بيقول له تعالى ادخل معايا الحرب. وبعدين يهوشافاط كأنه عنده منهج كده، يقول لهم طب هاتولنا لو في هنا رأي أو في نبي يقول لنا. فيجيبوا أنبياء بقى كتير، بس كلهم أنبياء كذبة، يقولوا ادخلوا الحرب وهتنتصر. يطلع واحد كده اسمه ميخا يقول لهم لو دخلت الحرب أخاب هيموت. يعملوا ايه في ميخا في هذا الوقت؟ يسجنوه ويعترضوا على الكلام بتاعه. وفي الاخر أخاب يدخل الحرب ويحصل له ايه؟ يموت. ليه بقول لك ده؟ لانه ليس كل ما ياخذ اجماع بيبقى دايما من الرب. ارفع ايدك كده قول باسم يسوع الرب يحفظني من الخداع. مش كل حاجة بتاخد إجماع بتبقى. هنا ميخا كان واحد أمام أنبياء كثيرين وهو الوحيد اللي قال الرأي دوت، بس كان الرأي من الرب. مرة تاني كده ارفع باسم يسوع، أعرف أميز الآراء اللي من الرب حتى لو
شخص واحد بس اللي بيقولها لي، حتى لو ما فيش حد بيقولها لي والروح بس بيقولها لي جوايا، اعرف اميز اراء اللي من عند الرب. بعد لما اخاب مات في اخبار الايام الثانيه 19، ياهو يوبخ يهوشافاط، يقول لك رجع يهوشافاط في عدد واحد ملك يهوذا الى بيته بسلام الى اورشليم، وعظم الرب لانه مع اشتراك يهوشافاط في معركه كان فيها اشرار، وكان لكن الرب حفظ سلامه يهوشافاط. هل تؤمن ان الرب يحفظ سلامتك حتى لو انت عملت اخطاء؟ يقول رجع يهوشافاط ملك يهوذا الى بيته بسلام الى اورشليم، وخرج للقاء ياهو ابن حناني الرائي، وقال للملك يهوشافاط، بص بقى كلمه الرب لي، اتساعد الشرير وتحب مبغضي الرب؟ فلذلك الغضب عليك من قبل الرب، غير انه وجد فيك امور صالحه لانك نزعت السواري من الارض وهيأت قلبك لطلب الرب. بص هنا ليه جايب لك ده، عشان اقول لك في مشكله عند يهوشافاط. ايه المشكله عند يهوشافاط؟ بيتحد ب هما ده الاسباط الباقيه، هما كلهم اخوات، بس الاسباط دي مش عايشه بحسب قلب الرب، بيتحد بيهم. ارفع ايدك قول باسم يسوع، لا اتحادات روحيه مع اشخاص عايشين بحسب فكر العالم، لا اتحادات روحيه مع مؤمنين جسديين مش ناويين يتوبوا. ارفع ايدك واعلن باسم الرب يسوع، المؤمن الجسدي ماذا تفعل معه؟ تحبه وتشير له الى الحياه التي بالروح. لا تستطيع ان تتحد معه وتدخل في معارك، لكن اول لما تشعر لا ده لما سمع بقى ده عايز فعلا يعيش وراء الرب، لسه يمكن ما عندوش وقت، انه بس في رغبه حقيقيه، الرب شهد، تستطيع ان تتحد به في حروب. لكن غير كده ايه اللي هيحصل؟ هو فاتح ثغرات، عشان تفهم بس المنظر بقى عامل ازاي، هو فاتح ثغرات وانت داخل معه في نفس المعركه، هو مش تايب، اتحدث هنا عن اشخاص غير تائبين، فاتح ثغرات ومش تايب وانت داخل نفس المعركة، الثغرات ديت تخلي السهام اللي داخلة منها ممكن بقى تصيب. ارفع ايدك كده واعلن باسم الرب يسوع، الرب سيحذرني والرب سيحفظني، ان اخطأت الرب سيحفظني. هنا يهوشافاط اخطأ، الرب حفظه. بص ارجع بقى الى ملوك الثاني، ادي في مشكلة عند يهوشافاط. ليه بقول دي مشكلة؟ لانه مع تكرار الموقف يهوشافاط بيعمل نفس التصرف. في ملوك الثاني 3 يقول لك خرج في عدد 6 الملك يهورام في ذلك اليوم من السامره وعد كل اسرائيل وذهب وارسل الى يهوشافاط ملك يهوذا يقول قد عصى علي ملك مؤاب، فهل تذهب معي الى مؤاب للحرب؟ هنا ده الملك بتاع الجزء بتاع الاسباط بتاعت اسرائيل اللي هو يهورام مش عايش بحسب قلب الرب، مش عايش بحسب قلب الرب، بس ذهب الى يهوشافاط بيقول له تيجي يا يهوشافاط تدخل معايا حرب. وقع يهوشافاط في الخطأ مره اخرى، فقال من أي طريق نصعد؟ فقال من طريق برية أدوم، فذهب ملك إسرائيل ملك يهوذا وملك أدوم، راح اتحد مع ملك أدوم كمان. ليه؟ لأنه يهورام اتحد مع ملك أدوم، ده أحد الأعداء، فيهوشافاط لقى نفسه متحد مع يهورام اللي عايش في الخطية ومع أحد الملوك اللي هم المفروض يبقوا من الأعداء، ملك أدوم ده. ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعتهم، قال ملك إسرائيل على ان الرب قد ضع هؤلاء الثلاثه ملوك ليدفعهم الى يد مؤاب. بص بقى اول لما يبتدي بقى الشخص اللي مش ممتلئ بالروح اللي مش عايش بجد للرب يبقى في موضع قياده، يبتدي يقول بقى كلمات، هذه الكلمات تبقى فيها نبوات سلبيه وفيها امور ليست صحيحه، بس عظم الرب لانه يهوشافاط هنا والرب يريد ان يعطي يهوشافاط معجزه لانقاذه.
ممكن تبقى ماشي في طريق خطأ، في خطأ، بس لأنه الرب بيتعامل معك كأب. يعني إيه بيتعامل؟ في أب شايف ابنه ماشي في طريق خطأ سيؤدي بحياته، مش هيقول لا خلاص ما هو خليه بقى، لا هيعمل إيه الرب؟ هينقذه وبعدين بعد كده يعلمه. هل تؤمن أن الرب ينقذك من قرارات خاطئة؟ عشان لكي خلاص يعني لا أطيل عليك ونقف نصلي، إيه اللي حصل بقى هنا؟ مفيش مية وحاسين بقى خلاص إن هما هيموتوا من العطش. فراح يهوشافاط سأل نفس السؤال، قال يهوشافاط في عدد 11: أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال: هنا أليشع ابن شافاط الذي كان يصب ماء على يدي إليه. قال يهوشافاط: عنده كلام الرب. نزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك أدوم. بص أليشع بقى واضح. قال أليشع لملك إسرائيل: مالي ولك؟ اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك أخاب وإيزابل. ارفع إيدك قول باسم يسوع أبقى واضح كده في حدة، في حدة في اسم الرب. ما اعتمدش بقى هنا أليشع على إيه؟ على إنه مثلا ده ملك وأبوه كان ملك ومش عارف إيه. لا، هو يعرف جيدا أن هذا يحيى في الخطية، يعرف جيدا أن هذا ملك يحيى في الشر، يتحدث إليه بحسم. قال له ملك إسرائيل: كلا، لأن الرب قد ضع هؤلاء ثلاثة ملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. قال أليشع: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، إنه لولا إني رافع وجهي يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك. ده بيكلم مين؟ ملك. بيقول له يعني لولا الرجل اللي جاي معاك ده أنا ما كنتش حتى أبص عليك. ليه بتتعامل كده أليشع؟ يقول لأنه آت معتمدا على إيه؟ على إنه ملك، على إنه، وهو لا، هو بقى عايش في الشر. لن أتعامل معه بشكل بقى يحسسه إنه ليه مكانة خاصة ولا إنه ليه، لأنه عايش في الشر أو مش عايش للرب. ارفع إيدك مرة أخرى باسم الرب يسوع، لا لمحاباة الوجوه، لا لمحاباة الوجوه. ولو انت خادم كده ارفع ايدك عليه قول باسم يسوع: لن احابي الوجوه يا رب. اصلي لاجل مسحة المعمدان التي جعلته يعد الطريق امامك. حينما لا تحابي الوجوه الرب هيستخدمك عشان تنظف اجواء كثيرة جدا، عشان تنسكب ايات وعجائب حقيقية. والآن بقى عنده بقى طرق الروح بقى هو. والآن فأتوني بعواد. عايز بقى طبعا يقول لهم ايه؟ يقول لهم اجواء اللي انتوا فيها دي ما تنفعش، الاجواء اللي انتوا فيها دي ما تعملش، ولا كلمة نبوية ولا انك تاخد نصرة حقيقية، الاجواء اللي انتوا فيها دي لازم تتغير. ارفع ايدك عالي باسم يسوع: يستخدمك الرب لتغيير اجواء كثيرين. ائتوني بعواد. تخيل بقى هنا ثلاث جيوش ورايحين يقابلوا العدو، وراحوا لرجل الله علشان يقول لهم يعملوا ايه، يديهم تصرفات استراتيجيه، يديهم استراتيجيات لاجل الحرب. فوقف أليشع كانوا عايز يقول لهم كده: هل تريدوا ان عايزين تشوفوا مجد الرب؟ يبقى تمشوا السكه بطريقه الرب. ايه طريقه الرب؟ ائتوني بعواد. أليشع انت فاهم دي معركه، ده تلات جيوش، عواد ايه اللي انت عايزه دلوقتي؟ وبعدين نجيب لك عواد فين هنا؟ ده كانوا في البريه. يعني ائتوني بعواد. ايه اللي أليشع بيعمله هنا؟ أليشع عنده رؤيه، عنده فهم. أليشع عايز يعبد الرب، عايز روحه تنطلق، عايز كلمات النبوه تطلع. فعايز ايه؟ عايز موسيقى ممسوحه تقولي هيواجه تلات جيوش بالموسيقى. اقول لك ما هو ده بعد كده يهوشافاط بقى نفسه هيعمل كده ليتعلم. ارفع ايدك وقول للرب: انا عايز اتعلم اللي من عندك انت، مش الطرق اللي الناس بتعلمهاني، مش المنطق. ائت
ائتوني بعواد. ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب. هنا دي ده كمان ايه؟ ده ايمان. هنا ايه الايمان؟ هنا هيجيبوا له عواد ولما يجي يعزف مش هيعزف موسيقى هتهيج اروح شر اكتر، ما هو ما يعرفش العواد اللي هم هيجيبوه له. ده هنا في ايمان، ائتوني بعواد، بس في ايمان. العواد ده لما يجي هينزل تحت المسحه هيعزف الموسيقى حينما يقودك الرب عشان اشخاص يساعدوك، علشان امن ان الرب سيهيمن على هؤلاء الاشخاص بمسحه حقيقيه. والان فاتوني بعواد. لما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب فقال هكذا قال الرب. بدا بقى ايه؟ ليش هنا بقى روحه ترتفع؟ عبد الرب وبدا بقى روحه ترتفع ويتنبا. بس النبوه بتاعته كانت ورطه بالنسبه لهم. لما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب فقال هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادي ايه؟ جبابا جبابا. يعني ايه؟ شايفين الوادي اللي قدامكم ده؟ وادي عظيم. احفروا حفر في الوادي دوت. ليه نحفر حفر دلوقتي؟ لانه الحفر دي هتتملي ميه. لانه هكذا قال الرب لا ترون ريح ولا ترون مطر وهذا الوادي يمتلئ ماء. احنا جايين لك يا اليشع مفيش ميه اصلا ومجهدين جدا هنموت من العطش، وبنقول لك في عدو هنقابله، وقول لنا نعمل ايه؟ تقول لنا نقعد نحفر في الشمس وفي الحراره طرق الرب. هل تخضع لطرق الرب؟ طرق الرب، اخضعوا لطرق الرب. هنا ايه؟ هنا ايمان. اليشع عنده ايمان انه الكلمه اللي الرب يحطها جواه يستطيع ان يطلقها ايا كانت النتائج. اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا لانه هكذا قال الرب لا ترون ريح ولا ترون مطر هذا الوادي يمتلئ ماء. وبهائمكم وذلك يسير في عيني الرب فيدفع مؤاب الى ايديكم. خلي بالك ده بعد لما يحفروا هيستنوا الميه، ولما الميه تيجي هيشربوا. بس ده لسه المشكله الاصليه ما اتحلتش. ايه المشكله الاصليه؟ عندهم عدو هيحاربوه. هتفهم طرق الرب في مرات تبقى طرق تحتاج الى اجتهاد حقيقي، بس الاجتهاد لو ما فيش وراه ايمان ما يعرفش يكمل. الاجتهاد لو ما فيش وراه ايمان اني انا 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 مجتهد مش عشان الاجتهاد بتاعي دوت هو 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 اللي هيعمل المعجزه، لا، لان دي طرق الرب عايز امشي فيها. ففي ايمان انه الرب هيسندني وسيتم المعجزه. ده الاجتهاد الحقيقي. اجتهاد وراءه ايمان، اجتهاد مدفوع بالايمان. يقول لك بقى فتضربون كل مدينه محصنه وكل مدينه مختاره، تقطعون كل شجره طيبه، تطمون جميع عيون الماء، تفسدون كل حقله جيده بالحجاره. وفي الصباح، يعني ايه؟ يعني عدى اليوم حفروا الوادي جبابا جبابا، عدت الليله مش حاجه حصلت. دول بقى طبعا النفسيات بقى الضعيفه الليله دي بالنسبه لها تبقى ليله سيئه جدا، وعمال يقول تعبنا على الفاضي كده كده هنموت من العطش. بس بص بقى في الصباح ارفع ايدك عالي كده عند اصعاد التقدمه اذا مياه اتيه عن طريق ادوم فامتلأت الارض ماء. ولما سمع كل المؤابيين ان الملوك قد صعدوا لمحاربتهم جمعوا كل متقلدي السلاح فيما فوق وقفوا على التخم بكروا صباحا. الشمس اشرقت على المياه وراى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم. بص بقى هنا بعض يقول لك الميه وهي جايه جابت معاها بعض من الطمي بتاع ادوم احمر لونه. فلما الشمس سقطت عليها بص الاعداء طبعا هم خلاص شربوا من المياه، المياه حلوه. خد بالك اليشع رب عمال يستخدمه في انه يجيب مياه حلوه. ارفع ايدك قول باسم يسوع رب يستخدمني اجيب مياه حلوه. السوائي كده لما تعدي على النهر بتاعي تجري من بطنه انهار ماء حي تجيب مياه حلوه للناس. حط ايدك كده على اعماقه باسم يسوع
مية حلوة للناس اللي حواليا، أبقى مصدر للفرح زي ما كنا بنقول المرة اللي فاتت. ارفع ايدك الاثنين واعلن كده في اسم الرب يسوع، أبقى مصدر للفرح. فقالوا هذا دم قد تحارب الملوك، ضرب بعضهم بعض، والآن فإلى النهب يا مؤاب. وأتوا إلى محلة إسرائيل، فقام إسرائيل وضربوا المؤابيون فهربوا من أمامهم، فدخلوهم ولم يضربون، فدخلوها ولم يضربون المؤابيون، المؤابيين آسف، وهدموا المدن، وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جيدة حتى ملأوها، طموا جميع عيون الماء، قطعوا كل شجرة طيبة. ده إيه شعب الرب داخل بيعمل إيه؟ بيعمل انتصار غير عادي. إيه اللي الرب عمله هنا؟ مع إنه يهوشافاط كان مخطئاً وبيخطئ نفس الخطأ للمرة الثانية، بس الرب لأجل يهوشافاط، لأجل وجوده في المعركة دي، أرسل أريشع لكي يتنبأ ولكي يعطي استراتيجية ولكي يعطي انتصار في هذا الوقت لشعب الرب، مع أنه كان مخطئاً للمرة الثانية. وده اللي الرب النهاردة يريد أن يزرعه بداخلك في ختام هذه العظة، أنك في مرات ستكون مخطئ، لكن إيمانك بالنعمة، إيمانك بأن الرب يتدخل بآيات وعجائب لأجلك، سيحرك ذراع الرب لأجلك، سيفتح أرضك على الآيات والعجائب. ارفع إيدك كده عالي وإعلن إيمانك الآن. أشكرك لأن النعمة تصحح الأخطاء، أشكرك لأن أي مواجهات مع الأرواح الشريرة، هللويا، تنتهي بنصرتنا أيها الرب. ارفع ايدك واعلن ايمانك، هللويا. اشكرك ايها الرب لان كل الاشياء تعمل مع للخير. اعلن ايمانك كده، ارفع ايدك واعلن ايمانك، هللويا، كل الاشياء تعمل مع للخير. واعلن ايمانك أنه اليوم، ليس غدا، اليوم في هذه الليلة، هللويا، هتشوف روحك الجباب وهي بتتملي بالمية. واعلن إيمانك أنه زي ما قال لهم كده في مرة أليشا، غدا في مثل هذا الوقت. ارفع ايدك واعلن، هللويا. مش بيكلمك الرب عن معجزات تيجي بعد سنين، ده بيكلمك عن معجزات تيجي النهاردة، للادي، بكرة. اوه لأنه لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. ولا يشتهي العدو أراضينا. ارفع ايدك واعلن معي، هاليلويا. لا يشتهي العدو أراضينا باسم الرب يسوع، هاليلويا. يا رب أشكرك لأجل نيران حقيقية بتسكبها في أعماقنا الآن، لأجل مواجهات نواجه العدو فيها وننجح في اسم الرب يسوع. أشكرك لأجل الآيات والعجائب التي تحيطنا بها أيها الرب، أشكرك، هاليلويا. في اسم يسوع يمتلئ هذا المكان من مجد الرب، نعم، يمتلئ هذا المكان من حضور الرب، نعم. والصغير بألف والحقير بأمة،
يهوى نسي الرب معجزتي. ارفع ايدك عالي وقول هاليلويا. الرب معجزتي، الرب رايتي، يهوى نسي. الرب معجزتي، الرب رايتي، هاليلويا. يقيم الرب أنبياء، يقيم الرب رسل الحياة، يقيم الرب معلمين، يقيم الرب كارزين، يقيم الرب رعاة بحسب قلبه. يملأ الرب أراضينا بآيات وعجائب. نشهد ما أهيب أعمالك بقوة روحك تعمل في وسطنا صانعي العجائب. نحن نعرف عظم قواتك، نشهد ما أهيب أعمالك بقوة روحك تعمل في وسطنا صانعي العجائب. نعيد لك نحتفل بك يا إله تسبيحنا، نعيد لك نحتفل بك، أنت فرحتنا بالحمد نبتهج بك، أنت جالس وسط تسبيحنا، نور بمجدك حياتنا عزنا. يلا افتخر بالرب، هللويا. انت جالس وسط تسبيحنا، انت جالس وسط تسبيحنا، تنبرو اله المجد عزنا بك يا الهنا، ما ابهك حضورك. الذي كل روحه الذي كل أعماله حق، والآن أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء. هللويا، هللويا،
ارفع ايدك كده، ينفجر الايمان في هذا المكان. نرفع ايدينا جميعا، هللويا. ينفجر ايمان جديد بالرب اله الايات والعجائب، ينفجر ايمان جديد بالرب الذي اسمه فوق كل اسم، ينفجر ايمان جديد. نعم هللويا، ايمان يغير شكل الحياه. ارفع ايدك واعلن ايمان يغير شكل الحياه، ايمان يغير شكل الحياه في اسم يسوع. هللويا هللويا. اوه يا رب تعالى تعالى تعالى، اعلن عن نفسك بمعجزات وايات حقيقيه يا رب، كثيرون ينتظرونها في اسم يسوع. هللويا هللويا. الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي. الرب عزي وترسي، علي الرب عزي، الرب ترسي، الرب عزي. هللويا، انت تاتيني بسيف وبترس، اما انا فياتي باسم رب الجنود. عليه التكلف ويبتهج به قلبي وبأمنيتي. لأنه سمع تضرعي ويبتهج به قلبي وبأمنيتي. مبارك الرب لأنه الرب عزي وترسي، الرب عزي وترسي، مجني الرب علي التكل عليه عزي وترسي، الرب عزي وترسي، عليه التكل الرب عليه التكل. بص ارفع ايدك كده، اشعر الروح القدس عايز يلفت نظرنا لامر بسيط بس جميل. بص الرب بيحل ازاي الامور الكبيره قوي. قريش قال لهم اقتوني بعواد، ده كان امر كبير جدا. في جيوش، ده ثلاث جيوش داخلين عشان يحاربوا حرب كبيره، بس تطلع كلمه نبويه في النص كده، اقتوني بعواد، شبهها في العهد الجديد. الرب في اول معجزه بيعملها، ما يقولوا له الخمر خلاص فرغت، يقول لهم املوا الاجران ميه وروحوا اسقوا الناس. بس كده الرب مش هتعمل حاجه تاني؟ مش هتصلي مثلا على الميه ديت؟ يقول لهم املوا الاجران ميه، روحوا شربوا، اسقوا الناس. كل واحد هتدوله كاس في يده، الميه دي هتبقى خمر جيده. فين الاحداث الدراميه في الموضوع؟ مفيش احداث دراميه. الرب هيعمل معاك معجزه بنفس البساطه ديت. هل تؤمن؟ تاخد الميه من الجرن تروح تديها للناس تحول الخمر. تقول كلمه نبويه، احفروا هذا الوادي جبابا جبابا، بكرة الصبح في مياه جاية. ارفع ايدك قول باسم يسوع، لغتي ستتغير، لغتي ستتغير. سأعلن كلمات الرب ببساطة، هاخد المياه واروح اوزعها وهتتقلب خمر. هاخد المياه هروح. عارف يعني ايه مياه تبقى خمر؟ يعني في حاجة في الجوهر بتاع السائل اتغيرت. لا يستطيع اي شخص ان يصنع هذا الا رب الحياه. رب الحياه فقط هو الذي يحول المياه الى خمر. رب الحياه فقط، ارفع ايدك عالي، هللويا. رب الحياه فقط هو الذي يحول المياه الى خمر. رب الحياه فقط هو اللي يحول المياه الطبيعيه اللي في حياتك، مياه طبيعيه، لخمر فرح غير عادي.
رب الحياة فقط هو اللي يحول علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع زوجك الطبيعية اللي بقالها سنين وسنين عشرات السنين ما بيطلعش منها فرح، هي نفس العلاقة دي. إذ يضع الرب يده عليها، آيات وعجائب الرب تتحول نفس العلاقة دي إلى ينبوع فرح غير عادي، ينبوع مياه غير عادي. آمن. الرب جميل 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 جميل. حاجات بسيطة، حاجات صغيرة قوي قوي، حاجات غير متوقعة، يقلب يقلب من خلالها شكل الحياة تماما. يا رب أشكرك لأنك صنعت هذا مع كثيرين وستصنعه مع كثيرين وكثيرين في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي بكلمة نبوية، رب يشفيك في هذه الليلة باسم الرب يسوع. اي شخص استمع الى كلمات الرب اطلق فيها الشفاء لأمراض بعينها، باسم الرب يسوع يتحقق هذا الشفاء، يكتمل ويثبت في اسم الرب يسوع. هللويا. نمتلئ نمتلئ نمتلئ. ارفع صوتك. نعم بحال الليلة. هللويا
شريرة ملتصقة بالأجساد تغادر الآن في اسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع أي أرواح شريرة ملتصقة بأي جسد، أي شخص عبر في دوائر هذا الاجتماع هذه الليلة حتى لو مش موجود، ارفع إيدك كده عالي باسم يسوع. حرية الآن من الأرواح الشريرة الملتصقة، وتتغير اللغة ويتغير الاتجاه. باسم الرب يسوع حرية الآن من الأرواح الشريرة الملتصقة بالأجساد، حرية الآن من الأرواح الشريرة التي سببت أحمالا على الأكتاف لأوقات وأوقات، ضغط على الصدر وعلى، باسم الرب يسوع على الأعماق لأوقات، الآن حرية. ارفع إيدك كده واعلن معي باسم الرب يسوع الآن حرية لكل من عبر في دوائر هذا الاجتماع، لكل من موجود أمامي أو حضر ومشي أو بيسمع عبر الإنترنت أو يشاهد فيما بعد، في اسم الرب يسوع حرية الآن، حرية الآن، حرية الآن، حرية الآن، حرية الآن. تفارق الأرواح الشريرة ولا تعود مرة أخرى، مغتسل أجسادنا بماء نقي، مغتسل أجسادنا بماء نقي. حرية الآن، حرية الآن، هللويا. وحرك ايدك كده هللويا كأنك تدفع باسم يسوع، ادفع روح الشر. نعم هللويا، حرية الآن، حرية، حرية، حرية باسم الرب يسوع. هللويا، الحق يحرر، الحق يحرر. تعرفون الحق والحق يحرركم. أوه. 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 نمتلئ بقوة وبأس لأجل الرب، قال إني ملآن قوة. قول كده هللويا، إني ملآن قوة. هللويا، ملآن قوة روح الرب، إني ملآن قوة روح الرب. ولو عايز تتحرك في مكانك كده رايح جاي، اتحرك كده وقول إني ملآن قوة روح الرب فيا. هللويا، لأنه مكتوب تلبسون القوة، قوة، 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 متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. هللويا، هللويا. الفخ انكسر، أنت لا تسأل. هللويا، الفخ انكسر. هللويا، الفخ، هللويا. أنت لا تسأل. أنفسنا نعظم الرب يسوع وزمه الثاني، سرنا به غرباً أحراراً نحن
حيالي مجد. نهتف باعلان قوة دمه، قوة دمه أزال كل حزن وخلود. هللويا فكن تصار وانفلتت. نهتف باعلان قوة دم الرب، نهتف باعلان قوة دمه أزال كل خزي وقيود. هللويا الفخر وانفلت أنفسنا نعظم الرب. هللويا ودمه الغالي صرنا به مبررين أمرارا نحيا لمجد. نرنم الرب تعظم، نرنم الرب تعظم. قام وجرد قوى الظلام باسمه نحطم الاعداء باسم الرب. عجائب نرنم الرب، نرنم الرب تعظم. قام وجرد قوى الظلام باسمه نحطم. هللويا ونصنع العجائب. هللويا. قبل ما ارنم هذه الكلمات ارفع ايدك كده باسم الرب يسوع. يا رب اللي تثبت الكلمة بالآيات والعجائب في اسم يسوع. شفاء للمرضى، حرية للمقيدين، تسديد للإحتياجات يا رب بأنواعها المختلفة. يا رب أصلي باسم يسوع آيات وعجائب في هذه الليلة وفي الأيام الآتية في هذا الأسبوع في اسم الرب يسوع. آيات وعجائب أيها الرب. نعم هللويا هللويا. يبقى في وقت للصلاة بوضع اليد، من يحتاج إلى صلاة بوضع اليد الرب يقوده. نتقدم إلى الأمام، الصلاة هتبقى هنا قدام في اسم الرب يسوع. رنم كده بفرح، الرب جاي يملأ أيامك بالفرح. ارفع إيدك عالي، يملأ الرب أيامك بالفرح. نعم